السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقبة على شاطئ الأطلنطي. وجه عقبة فرسه نحو الغرب، فلم يلق في طريقه غير الرمال والصخور. وجد نفسه قد وصل إلى شاطئ المحيط الأطلنطي. عند ذلك أوقف الفرس على الشاطئ قليلا، ثم أقحمه في المحيط حتى بلغ الماء صدره، وتطلع نحو السماء وقال: يا رب، لولا هذا المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذو القرنين، مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. عقبة وجه فرسه ناحية الغرب، وما أش في طريقه غير الرمال والصخور، ما أش قدامه غير الصحراء. لقى نفسه وصل لشاطئ المحيط الأطلنطي. ساعتها وقف الفرس قدام الشاطئ، وبعدين عقبة دخله في المحيط لحد ما بلغت المية وصلت لصدره. ساعتها بقى عقبة بص في السماء وقال: يا رب، لولا هذا المحيط، من غير المحيط ده لكنت فضلت ماشي ووصلت الملك ذي القرنين عشان ادافع عن دينك وقاتل كل من كفر بك وعبد غيرك. ثم ارسل عقبة نظرة طويلة فاحصة متأملة على الامواج التي لا تهدأ ولا تستقر، ومضت في ذهنه خواطر شتى عن حركات الفتوحات الإسلامية التي أخذت تغسل بنور الله ظلمات الكون وظلامه، تمحو ما علق بثياب الحياة من آثار الطغاة والمستبدين، وتبعث في آفاق الدنيا وميضا من الهداية والعدالة، وتقدم لإنسان هذا الكون أغلى القيم وأسمى المبادئ وأجمل الأخلاق في رسالة سماوية كلها إشراق وسمو وصفاء. تدفقت هذه الخواطر الملهمة الشفافة على ذهنه كما تتدفق السكينة على قلب المؤمن، فتزيده إيمانا. ثم انثات هذه الخواطر على لسانه كلمات فيها من قلق وجدانه، ومضى مشاعره. قال عقبة يناجي المحيط، هنقولها في الفقرة الجاية. عقبة أرسل نظرة طويلة فاحصة، يعني كاشفة ومدققة متأملة على الأمواج التي لا تهدأ ولا تستقر، وخطر في ذهنه خواطر، يعني أفكار كتيرة جدا عن حركات الفتحات الإسلامية اللي أخذت تنظف في العالم كله بنور الله، والظلام كله اتمسح بنور الله، واي حاجة علقت في ثياب الحياة من اثار الطغاة والمستبدين، وبتبعث في افاق الدنيا وميض من الهداية والعدالة، وبتقدم لانسان الكون ده احسن القيم واسمى المبادئ واجمل الاخلاق في رسالة سماوية كلها اشراق وسمو وصفاء. ساعتها خطرت في باله الخواطر دي الملهمة الشفافة على ذهنه زي ما بتتدفق السكينة على قلب المؤمن، فبتزوده إيمان. ثم انثالت يعني تتابعت هذه الخواطر على لسانه، والكلمات فيها من القلق اللي هو النور، قلق وجدانه وومض مشاعره. قال عقبة يناجي المحيط: أيها البحر الزاخر، إنك حلت بين المسلمين وبين مواصلة زحفهم المقدس إلى غاية مقدسة. إن في نفس المسلم قوة الإيمان والعزيمة، ما في موجك الصاخب من قوة التواطن والاندفاع. وإذا كانت القرون تمر بك فلا تزداد إلا عظما وجلالا، فإن الإسلام سيظل في خلوده رائعا كموجك المتجدد، صافيا كمائك النقي. وسوف تشاهد أيها البحر سفن المسلمين وهي تمخر عبابك، ويرفرف عليها لواء الله، وتحفها هالات النصر، ويفوح منها عبير الحق واليقين. عقبة بيقول للبحر: أيها البحر الزاخر، يعني اللي فاض ماءه، انت فصلت بين المسلمين وبين مواصلة الفتوحات. نفس المسلم في قوة ايمان وعزيمة،
زي اللي في مخك الصاخب ده من قوة تلاطم واندفاع، ولو مرت عليك قرون هتزداد، مش هتزداد إلا عظمة وجلال. فالإسلام هيظل في خلوده رائع زي موجك ده المتجدد الصافي كمائك النقي. وسوف تشاهد، هتشوف سفن كتيرة بتشق عبابك اللي هي موجك، ويرفرف عليها لواء الله، وتحفها هالات النصر، ويفوح منها عبير الحق واليقين. ثم أدار عقبة زمام فرسه وعاد إلى الجيش، وكان يفكر في القيام بغزوات جديدة تضيف مهابة وجلالا إلى عزة الدولة الإسلامية. ماذا يفعل وقد حال المحيط الأطلنطي بينه وبين أشباع رغبته في الغزو والفتح؟ إن همته برغم أنه جاوز 60 من عمره لم تفتر، وعزيمته لا تعرف الكلل. إنه منذ فتح عينيه على نور الحياة وهو يعشق الجهاد ويطرب صليل السيوف، ولقد عاصر أزهى سنوات الفتح في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، وخاض كثيرا من المعارك وذاق حلاوة النصر. عقبة راح للجيش بفرسه وكان بيفكر بالقيام، عايز يعمل غزوات جديدة عشان تضيف له مهابة وجلال ولعزة الدولة الإسلامية. وهو هيعمل ايه طيب والبحر والمحيط الاطلنطي ده بيمنعه عن انه يشبع رغبته في الغزو والفتح؟ وهمته برغم ان هو جاوز 60 سنة من عمره، همته دي لم تفتر لم تضعف، وعزيمته لا تعرف التعب. من اول ما فتح عينيه من امه وهو صغير وهو بيعشق الجهاد، وبيحب الصليل، صوت صليل السيوف، وعاصر هو عاصر أزهى سنوات المعارك، أحسنها أزهى سنوات المعارك في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهم، وخاض كثير من المعارك وذاق حلاوة النصر. قطع عقبة بجيشه الصحراء حتى وصل إلى شاطئ المحيط الأطلنطي، ودعا الله أن ينصره دائما على أعداء الدين. ونظر إلى البحر وأمواجه المتتابعة مثل الفتحات الإسلامية المتوالية التي تنشر النور في العالم وتمحو ظلام الكفر والطغيان، ثم جعل يخاطب المحيط الذي يمنع المسلمين من التقدم ويوقف زحفهم المقدس. ويدور عقبة بفرسه إلى الجيش ويفكر في غزوات جديدة تزيد عزة الإسلام، فهو على الرغم من كبر سنه التي تجاوزت 60 يرغب في استمرار الجهاد بعزيمته القوية وطموحه الكبير. أسئلة: ماذا فعل عقبة فرسه؟ عمل إيه فرسه؟ أوقف الفرس على الشاطئ قليلا، وقف الفرس شوية على الشاطئ، وبعدين أدخله في المحيط لحد المية ما وصلت لسد بلغ الماء صدري. عن اي شيء كانت خواطر عقبة؟ عن حركات الفتوحات الاسلامية التي اخذت تغسل بنور الله ظلمات الكون وظلامه، وتمحو ما علق بثياب الحياة من اثار الطغاة والمستبدين، وتبعث في افاق الدنيا وميضا من الهداية والعدالة. سؤال دول انتوا هتجاوب عليها: ما الذي كان يريده وعقبة ما الذي كان يريده عقبة ولكن المحيط منعه؟ ما الذي كان يعشقه ويطلبه عقبة؟ ومن هما اللذان عاصر في عهدهما عقبة أزهى عصور الفتح؟ شكرا لكم متابعتكم.